مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم
الحمد لله إلا الله إلا الله عن إذن من ما شاءه قد كان صلى الله عليه. حملت به الأم الأمينة من ذواب من لها على الإله مكانا صلى الله عليه. من والد المختار عبد الله بن عبد المطلب رأى البرهانا صلى الله عليه. قد كان يغمر نور طه وجهه وسرى إلى الإبن المصون عيانا صلى الله عليه. وهو ابن هاشم الكريم الشهم بن عبد مناف بن قصي كان صلى الله عليه. والده يدعى حكيما شأنه
قد أدل أزيز بذلك شانا صلى الله عليه وانفت أسول المصطفى حتى ترى في سلسلة أسوله أدنانا صلى الله عليه فهناك كف ألم برفعه إلى اسماء لكان للأبي مئوانا صلى الله عليه وحينما حملت به آمنة لم تشك شيئا يأخذ النسوانا صلى الله عليه وبها أحط اللطف من رب السماء أقصى الأذى والهم والأهزانا صلى الله عليه ورأت كما قد جاء ما علمت به أن المهيمن شرف الأكوانا صلى الله عليه بالطهر من في بطنها فاستبشرت ودنا المخاض فأترئت رضوانا سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسي وزينة عرشي ومداد كلماتي وتجلت الأنوار من كل الجهات فوكد ملة المشفى إحانا صلى الله عليه وقبيل فجر أبرزت شمس الهدى ظهر الحبيب مكرما ومصانا صلى الله صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك يا نبي
مرحبا